بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المستشارون المحترمون، يسعدني الحضور بمجلسكم الموقر استنادا إلى أحكام الفصل 100 من الدستور لإجابة عن أسئلتكم المتعلقة بمعادلة الاستثمار والتشغيل، وهي مناسبة ستمكننا من تعزيز التواصل بين الحكومة والبرلمان حول قضايا السياسة العامة ذات الرهانات الكبرى. ولو بد في البداية أن نستحضر أن اللحظة الوطنية الفارقة التي نعيشها اليوم تؤشر في شموليتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات. فمن جهة ركمت بلادنا خلال 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة ونيرة مجموعة من الإصلاحات ينبغي تتمينها لبناء المستقبل. فقد تضاعفت الاستثمارات العمومية، واستطاع المغرب وضعه رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تشهد على ذلك أهمية الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب، والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب. من جهة ثانية، ساهمت جائحة كوفيد 19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات. فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة إلى إعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية. إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة الأقار الأفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثمارها وخطوط إنتاجها بشكل يكون أكثر أمان. وفي ذات الآن أظهرت الجائحة بجلاء حجم اقتصاد غير المهلكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان. كما تؤشر التقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي. وهكذا تؤشر كل هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي، انتقال يحتم علينا من جهة تغصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة. لعل ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوح هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية، وينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، لقد انخرطت بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية. كما شهدت بلادنا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، وبذلت في ذات الوقت مجهودات استثمارية عمومية
استثنائية في مختلف المجالات، سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، جعلت بلادنا تتوفر على مؤهلات قل نظيرها مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة والأفضل. كل هذه الجهود مكنت من توفير بيئة ملائمة قادرة على خلق فرص استثمارية مهمة، فإلى جانب الموقع الجغرافي المتميز والموارد البشرية المؤهلة، تتوفر بلادنا على بنية تحتية طرقية وسككية تستجيب للمعايير الدولية، وعلى واحد من أحسن الموانئ في العالم، ميناء طنجة المتوسط التي يحتل برسم سنة 2021 ومنذ 5 سنوات المرتبة 23 عالميا والأولى إفريقيا، والذي سيتعزز بميناء الناظور والداخل الأطلنطيك، هذا بالإضافة إلى لتيسير المبادلة التجارية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها المغرب. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آلية التنشيط الاقتصادي وريادة أعمال والاستثمار والتمكن على المدين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا، حيث يرتقب أن توصل الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 حوالي 245 مليار ريال درهم، بارتفاع يناهز 6.5% مقارنة بالسنة الماضية. تتوزع على ميزانية الدولة بمقدار 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم، و 19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية، وهي استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسة الاجتماعية وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية. حضرات السيدة السادة، على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هذه المنجزات، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من المؤشرات. فإن كانت بلادنا تسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عاليا الذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة إذ تسجل 65% من إجمالي الاستثمار مقابل 20% كمتوسط عالمي، كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة حتى مقارنة مع دول ذات تدخل عمومي مهم. وفي مقابل ذلك لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي لهذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية، حيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6%، ذلك أن الاستثمار الوطني الخاص ببلادنا والبالغ حوالي 100 مليار ديال الدرهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الآثار الكافية اجتماعيا واقتصاديا. ولتجاوز هذا الوضع يجدر توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو، كما يتطلب الأمر رفع جملة من التحديات المسجلة لا سيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على التمويلات والملوج إلى الصفقات
العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل رأس المال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار. فالمغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقي الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح. السيد الرئيس المحترم، السيدة السادة المستشارون المحترمون، سيدات السادة الوزراء، في خضم هذه الرهانات وأمام تراجع النشاط الذي عرفته المقاولة المغربية بفعل الطارئة الصحية، عمدت الحكومة إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة، ولتعزيز السيولة لدى المقاولات. عملت الحكومة بإنجاز جد مهم على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18.6 يوم. والموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار ديال الدرهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، وعشرات المليار ديال الدرهم للقطاع الفلاحي للتخفيض من آثار ضعف التساقطات. كما عملت الحكومة على الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي. بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يتعلق الأمر خاصة بتمديد آجال التنفيذ وإرجاع غرامة التأخير وفتح إمكانيات فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية ومراجعة أثمان صفقات الأشغال وتسريع أداء مستحقات المقاولة وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات. وتجدر الإشارة أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة قد كان محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، حيث أشاد الصندوق الدولي بالإجراءات الهادفة التي اعتمدتها بلادنا لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح، كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها. وقد سمحت المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في ظرف 6 ديال الأشهر منذ تنصيبها بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية التي شلت دينامية مجموعة من القطاع الإنتاجية، حيث يعرف قطاع الصناعة انتعاشا ملحوظا تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية. ولعل من أبرز ما يثبت ذلك المشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات، والتي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي. وفي هذا الإطار عرف تفعيل استراتيجية صنع في المغرب انبثاق تقريبا 918 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39 مليار ديال الدرهم، من شأنها أن توفر 197 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع الصناعية الغذائية 26% والكيمائية وشبه الكيمائية 19%، وكذا الصناعة الميكانيكية والمعدنية 13% وصناعة النشيج 12%. وتهدف الاستراتيجية الصناعية الجديدة إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق 2026، وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة
عمل صناعية على سعير التراب الوطني، كما تقوم هذه الاستراتيجية ضمان سيادة الاقتصاد الوطني فيما يخص السلع الاستراتيجية من خلال تأمين الإمدادات والإنتاج المحلي للموارد والمنتوجات الأساسية، وضمان التوزيع الجهوي للتوازن المتوازن للإنتاج الوطني، ودعم اندماج أكبر القطاعات الصناعية، ووضع المغرب على خارطة العالم للصناعات المتطورة والمستدامة. وفي ذات السياق تجد الإشارة إلى عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. تم التصريح بما يفوق 2.7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس 2022 مقابل 2.6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020. وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد تراجع عدد العاطلين ب 68 ألف شخص، وذلك بين الفصل الأول بين سنة 2021 ونفس الفصل بسنة 2022. كما بلغت مداخل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.1 مليار ديال الدرهم حتى ما تم فبراير 2022، مسجلة ارتفاع ب 8% مقاربة بنفس الفترة من السنة الماضية. وهنا أريد أن أؤكد حضرات السيدات والسادة أنه يتعين علينا جميعا الاستفادة من منجزاتنا والمكتسبات التي نتوفر عليها، ومواصلة تعبئتنا من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، والمحافظة على سيادتنا الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا ونسائنا ورجالنا في مجموع التراب الوطني. ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، فقد عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمارات، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملاحق تزيد قيمتها 33 مليار ديال الدرهم، من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقات الاستثمارية أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي، السياحة، اللوجستيك، والصحة والصناعة. وبفعل هذه الدينامية من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبراجها خلال السنة خلال 6 أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار ديال الدرهم، وخلق أكثر من 57 ألف منصب شغل. إن مختلف التحديات والرهانات التي نواجهها اليوم تتزامن مع طموح المملكة لبناء نموذج التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه ورفع من تنافسيته لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة، وهو المبتغى الذي لن يتأتى إلا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار. ومن شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي، والذي يمثل في الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يتمثل الاستثمار العمومي في الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار ديال الدرهم في أفق 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار.
ولتجنب الإكراهات التي اعتادت سابقا المحاولات العديدة لصياغته، تنكب الحكومة اليوم على إعداد هذا الميثاق وفق مقاربة تشاوكية مع مختلف الجهات المعنية، حيث يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الإصلاح الكبير، من أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلاً، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار مع توسيع القاعدة ديال المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجدد لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وتحديدا يرتكز مشروع الميثاق على منظومة مهمة للدعم، من شأنها أن تشكل حافزا لرفع من وتيرة الاستثمار ومن مساهمته في خلق الثروة وعدالة توزيعها، وتهم المنظومة بعض التعويضات لدعم مشتركة لدعم الاستثمارات، وأخرى مجالية إضافية، وأخرى قطاعية إضافية. هذا بالإضافة إلى إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطبع الاستراتيجي لإمكانهم صناعات الدفاع أو الصناعات الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغرى جداً والصغرى المتوسطة، فضلاً عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية في الخارج. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون ديال الدرهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد كبير من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارات. وبالموازاة تشتغل الحكومة على استكمال الظروف المواكبة للتنزيل الأمثل لهذا المنطاق من خلال حزمة من الإصلاحات ترتكز بالأساس على تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي ولتعبئة العقار وتطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل جهات. ومن الإجراءات المواكبة تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعميم بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي ومراجعة وتفعيل القانون 1309 المتعلق بالطاقات المتجددة. وكل هذا مع التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية، ومن بينها القانون التنظيمي رقم 14111 المتعلق بالجهات، والقانون 1955 المتعلق بتبسيط المساطير والإجراءات الإدارية، والقانون 1847 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمرسوم 2017618 بما تعبت ميثاق وطني للتمركز الإداري. وباعتباره قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح التي يتم اعتمادها، سنواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتمكينها من الاطلاع الإيجابي بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطاره القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية. وجدير بالذكر هنا أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين المناخ الأعمال ببلادنا. على سبيل المثال، مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى 10 سنوات الماضية، سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى. وسنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للاقتصاد للإقلاع الاقتصادي والتنمية الإنتاجية، للانتقال من مقاربة مصدرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية تعزز
من شفافية المعاملات وتوحد المصادر وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام نسيج المقاولة الوطني وتنفيذ الالتزامات ديال البرنامج الحكومي المرتبطة بإصلاح الإضاءة وترسيخ الحكامة الجيدة فيما يخص الاستثمار، فإن الحكومة تواكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالنظر إلى الدور الهام التي تلعبه في الاستثمار الجهوي من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وبالنظر كذلك لدورها المحوري في تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها بما يمكن من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهات. إذ يبين تتبع عمل هذه المراكز أنها حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكل الذي عرفته، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا منذ بداية السنة. هنا أود التأكيد على أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار من خلال تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات ورخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات. وفي هذا الإطار ستواصل القطاعات الوزارية اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار وإدراجها في مخططات لا تمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات. حضرت سيدات السادة المستشارون المحترمون، لقد حرصت مضامين البرنامج الحكومي على الإجابة عن التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسة اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من أجل توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء ويتميز بمساهمة أكثر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوع وأكثر خلق لمناصب الشغل لا سيما في القطاع المنظم. وفي هذا الإطار قررت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء الذي يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو ب1% سنويا. ومن جهة أخرى فإن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، لذلك نحن مقتنعون بأن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة. ولقد سبق لي السيد الرئيس والسادة المستشارون أن أعلنت من داخل هذه القاعة بمناسبة منتدى العدالة الاجتماعية التي نظمه مجلسكم الموقر بمناسبة منتدى عن إرادتنا الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي من خلال التشييد لميثاق جديد يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي. يومين فقط بعد لقائنا بكم في هذه القاعة أطلقنا أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الراحة البيولوجية التي عرفها هذا الإطار المؤسساتي. وقد مكنت
هذه السياسة الإرادية من التوقيع في ظرف أقل من شهرين على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مؤسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية، حيث لن نجتمع عشية فاتح ماي استجابة للأجندة الزمنية، لكننا سنعقد اجتماعات بنصف سنوية على المستوى الوطني وشهريا على المستوى الجهوي، وكل ما دعت الضرورة محليا لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي. ورغم صعوبة السياق الحالي وفي جو من الثقة، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق موحلي تضمن مجموعة من الإجراءات العملية، نذكر منها الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على مدى سنتين، الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة 15% على مدى سنتين بهدف الملائمة مع الحد الأدنى للأجور في فوق 2028، تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك لاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يوم، مع توفير الإمكانية لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل. تقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية، كما اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل وتنضاف هذه المكتسبات إلى الاتفاقات مبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية التي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات. فبالنسبة لموظفي الصحة، عملت الحكومة على رفع الحيف عن الأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509 وإقرار التعويضات المرتبطة به، وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له بعد 18 سنة من التوقف، في دليل على وفاء الحكومة بالتزامتها. كما عملت على تسريع وتيرة ترقي للممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى ترقية المرتبين منهم في السلم 9 و10. بالنسبة للموظف التربية، موظفي التربية الوطنية، تعمل الحكومة على تسوية الملفات المتوافق حولها في قطاع التربية الوطنية، مع التزامها بإصلاح المدرسة العمومية من خلال تتمين مهنة التدريس بإرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع. وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقنا خلال الأسبوع المنصرم أشغال 5 ديال اللجان الوزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة والإعداد للاجتماعات المقبلة للهيئة العليا للحوار الاجتماعي التي نعتزم عقدها كما ينص على ذلك الميثاق في سبتمبر المقبل. حضرة السيدة السادة المستشارون المحترمون، لا بد من التذكير بالعناية الخاصة التي مفتئة جلالة الملك محمد السادس يوليها للنهوض بواقع المقاولة الصغيرة والمتوسطة ببلادنا. فبمناسبة دعوته جلالته إلى وضع خطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد، أكد نصره الله في خطاب افتتاح السنة التشريعية على أولوية دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها للاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل وفق تعاقد وطني بناء بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل ضمان شروط نجاحها انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات، انتهى كلام جلالة الملك. وتبين مؤشرات الهرم الديموغرافي لنسيج المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة المكانة المتميزة التي يحتلها ضمن البنية المقاولة الوطنية، وما يمكن أن يلعبه من أضواء طلاعية على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل. والمقاولات الجديدة جدا
والصغيرة والمتوسطة تمثل 96.6% من حوالي 600 ألف مقاولة التي تشكل النسيج المقاولتي الوطني، كما أن هذه المقاولة توفر 73% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني، رغم أنها لا تتحكم إلا في حوالي 40% من رقم المعاملات الوطني. وإن هذه المعاينة تقتضي منا الحرص على توزيع قاعدات المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، عبر جعل هذا النسيج جوهر الميثاق الجديد للاستثمار ومكونا أساسيا للاقتصاد الوطني، باعتباره المساهم الأول في توفير مناصب الشغل لبلوغ الطموح الذي لطالما عبرت عنه الإرادة الملكية السامية في إطلاق طاقات ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين المغاربة ولا سيما الشباب منهم. كما ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز ولوج المقاولة الوطنية للصفقات العمومية في إطار إصلاح المرسوم الخاص بهذه الصفقات، والذي سيتم إخراجه قريبا بعد أن حظي بمشاورة واسعة وانفتاح على مختلف المقترحات، بما في ذلك مجلسكم الموقع، فضلاً عن دعم تمويل النشاط المقاولة والحر المشغل لليد العاملة عبر مواصلة خطة الإنعاش التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، وإلى العناية بشكل خاص إلى إلاية لآليات المواكبة والتأطير. ونظراً للأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية من حيث مساهمته القوية والفعلية في التنمية المحلية وتوفير العيش الكريم للعاملين به، وحيث أنه يعتبر من القطاعات المشغلة بامتياز بالمغرب، كونه يشغل عدد كبير من اليد العاملة من مختلف جهات المغرب، سواء من المدن أو العالم القاري، واعتبارا لتنوع حرفه ومنتوجاته ومراعاته للخصوصات المحلية. فقد قامت الحكومة بتسريع هيكلة وتنظيم القطاع، حيث أنه في وقت وجيز بين شهرين ديسمبر 2021 وجانفي 2022، وبعد التشاور مع غرف الصناعة التقليدية، تم استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين هذا القانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية. ولأول مرة تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به اللي هي irina.gov.ma، ويهدف هذا السجل بالأساس إلى تحديد العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بهم، وتمكين كافة الصناع التقليديين من الاستفادة من التغطية الصحية، بالإضافة إلى عدد واسع من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. نتيجة للضعف الذي طال نسب النمو خلال العقد الأخير التي لم تتجاوز في المتوسط 2.3%، ناهيك عن فقدان حوالي مليون منصب شغل بسبب الأزمة الصحية، انطلقت الحكومة في تفعيل برامج مبتكرة لمواكبة الأشخاص في وضعية بطالة، وتجاوز هذه البرامج ما بين توفير مناصب الشغل ودعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة والفردية، خاصة في ظل استثمار آثار الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم في أفق تحقيق تكامل نوعي للتدخل والتدابير تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف وتغطية الاحتياجات للفئات المستهدفة، حيث نطمح إلى تهيئة الظروف المناسبة لكل من يرغب في الاستثمار كيفما كان قدر استثمار أو حجم المقاولة. لهذا تقدم الحكومة وفاء لالتزاماتها أجوبة عملية لإنعاش التشغيل من خلال تمويل الأفكار الناشئة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. أولا، برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية أطلقته الحكومة في أبريل 2022 بدون شروط مسبقة، بقرض شرف، أقول شرف، يصل إلى 100,000 درهم يسدد على مدى أقصاه 10 سنوات، ضمنه دعم بقيمة 10,000 درهم لمواكبة على الأقل 10,000 من حاملي المشاريع والأفكار. وتجدر الإشارة إلى أنه
تلقينا أزيد من 130 ألف طلب من جميع أنحاء المغرب، 74% منها تهم أشخاصا يقطنون بالمدغن الصغرى والعالمي القاري، وتشمل المشاريع جل القطاعات الاقتصادية من سياحة، صناعة، فلاحة، كما تهم بعض المشاريع قطاع التجارة الإلكترونية، وتتعلق أخرى بإحداث حضانات ورياض الأطفال ومراكز للدعم المدرسي. وقد تم تصميم البرنامج ليكون شاملاً ويتكيف تماماً مع احتياجات حاملي المشاريع في وضع الترشيحات، تم بطريقة مبسطة عبر منصة إلكترونية الذي سجلت الدروة البيك ديال التسجيلات ديالها من بعد 10 ديال الليل مع 11 و 12 الليل. وهو ما لم يكن ممكنا لو كان ولكنا قد اعتمدنا على تقديم الملفات عبر مكاتب او شبابيك اللي هي كلاسيكية. وستخضع الملفات التي تم الشروع في ايداعها خلال هذا الشهر ديال ابريل للتقييم من قبل خبراء يعملون على تحديد مدى التزام المرشح، جدول المشروع والإمكانية التنموية التي يتيحها داخل الجهة، فضلا عن التمويل التي تتحمله الدولة كاملا. ثانيا، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، أطلقته الحكومة شهر يناير 2022 لمدة سنتين على مستوى الجماعات الترابية بشراكة مع جمعيات المجتمع الدولي، ليست الدولة اللي هي عندها المسؤولية، احنا كنتكلموا مع الجمعيات ديال المجتمع المدني والتعاونيات المحلية دون اشتراط مؤهلات، ما سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في السنوات المقبلة إن شاء الله. قد شرعنا فعليا في تنزيل هذا البرنامج عبر التوقيع على 68 مع 68 إقليم وعمالة بمختلف ربوع المملكة، حيث يبلغ عدد الأشخاص المزعم إدماجهم وفق هذه الاتفاقيات اللي توقعنا 70 ألف شخص، ومن المرتقب توقيع الاتفاقيات يعني اللي بقات في أقرب الوجال إن شاء الله الآجال للوصول إلى هدف 100,000 مستفيد. لحد الساعة بلغ عدد المستفيدين الفعليين في هذا البرنامج حوالي 7,600 مستفيد، هادو زعما تخلصوا وخدموا وتخلصوا، وفي أفق أن يبلغ إن شاء الله بين 30,000 و 37,000 مستفيد في آخر شهر ماي إن شاء الله. كما تم تحويل الدفعة الأولى من الاعتمادات المخصصة للبرنامج لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على تجديد برنامج انطلاقة وتوسيع طاقته الاستهدافية والهادف إلى تقديم تمويلات بنسب فائدة منخفضة، حيث ستعمل الحكومة على الإبقاء على الشروط التحفيزية وتجديد الاعتمادات التي سبق تخصيصها. ومن شأن هذا البرنامج توفير فضاء رحب للشباب والنساء خصوصا لإطلاق طاقاتهم ومبادراتهم الفردية. كما تعمل الحكومة على خلق فضاءات جديدة للإدماج المهني تحت إشراف الوكالة الوطنية للإنعاش ديال التشغيل والكفاءات، ولرفع من جودة التكوين وتخفيض كلفة البحث عن شغل وتمويل مشروع في وجه الشباب الباحثين عن عمل، فضلا عن تشجيع الإدماج المهني للشباب من خلال خطة شراكة مع الجهات والقطاع الخاص والفاعلين في قطاع التكوين المهني، في مقدمتها مدن المهن والكفاءات للعمل على تجميع حاجيات المقاولات وعروض التكوين والموارد البشرية. ومن جهة أخرى تعمل الحكومة على إرساء آليات مبتكرة لتحفيز الاستثمار الخاص، ونخص بالذكر التمويل الجماعي التعاوني الكراود فوندين الذي تنكب الحكومة على استكماله في إطاره القانوني، والذي سيشكل آليات تمويلية بديلة من شأنها ضمان ولوج الشباب إلى التمويلات. شكرا لكم.